ضغطتنا صرختنا وعلى هذا الأساس شهداء الثورة أمام الشعب الوطني ورفاقه من الظلين بشرفي وسلاحي أقسم 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 سوري. بداية على جميع الشعب السوري وخاصة على شمال شرق سوريا، وبالنسبة لكم أقول لكم أن هذه الدورة هي كانت بمثابة كسر شوكة الأعداء وكسر شوكة داعش. كما تعلمون بهذه الظروف التي كنتم تتلقون التدريب هاجم علينا قوة الظلام العالمي المتمثل بداعش وأخواتها، وكنتم أنتم الصخرة التي تحطمت عليها هذا الهجوم. ولنا ثقة والقيادة تثق بأدائكم لمهماتكم المستقبلية. نحن نعلم الشعوب تدافع عن نفسها بأبنائها،